يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم أن انقلبت الموازين وفر من فر، ثبتت كوكبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم امرأة ضعيفة، ثبتت امرأة يا رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التفت يمنه أم عمارة تدود عني، التفت يسره أم عمارة تدود عني. أقول: يا أم عمارة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمارة، يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني، تمني يا أم عمارة. قالت: نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال لها: أنتم رفقائي في الجنة، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. Oh.